واليوم يسعدني أن أعلن عن قرارنا بمضاعفة إنتاج دولة قطر من الأسمدة الكيماوية من خلال مجمع عالمي المقاييس يضم 3 خطوط عملاقة جديدة لإنتاج الأمونيا، والتي ستشكل اللقيم ل4 خطوط ضخمة جديدة لإنتاج سماد اليوريا، وهذا ما سيرفع طاقتنا الإنتاجية من حوالي 6 مليون طن سنويا في الوقت الحالي إلى أكثر من 12.4 مليون طن سنويا. المحطة الجديدة التي سيتم إنشائها في منطقة دخان ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 ميجاوات، وهو أكثر من ضعف إجمالي سعة إنتاج دولة قطر من الطاقة الشمسية من المشاريع القائمة وتلك التي هي قيد التشييد والبالغة حوالي 1700 ميجاوات. وبإضافة محطة دخان للطاقة الشمسية إلى هذه المحطات الثلاثة، سنحقق هدفنا المنصوص عليه في استراتيجيتنا للاستدامة بإنتاج حوالي 4000 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يشكل 30% من إجمالي إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية.